السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. سعي الحكومة بتطبيق البرنامج الحكومي على أرض الواقع تحت أنظار المراقبين وملاحظتهم حول نسب الإنجاز وما تم العمل عليه وفق المعطيات والمؤشرات الواقعية. اليوم المتابعون يشيدون بالإعمار الواضح في مناطق بغداد بدءا من انطلاق الجهد الخدمي وحملات الإعمار وانتهاء باجتماع يوم أمس لرئيس الوزراء مع عدد من الوزراء ومحافظ بغداد وقادة أمنيين وغيرهم من الجهات المعنية لمعرفة أسباب الإهمال للمشاريع المتلكئة في مداخل العاصمة وجهات التقصير وراء ذلك، وتمخض عنه مخرجات وتوجيهات للاهتمام بهذه المناطق لتسهيل المرور على المواطنين وتقديم خدمة لخلاصهم من معاناتهم اليومية اللي عاشوا فيها لسنوات. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هذه الليلة، فبعد أن سخر الكيان كل أدواته لحرق الدول الإسلامية والعربية، ها هو يكوى بذات النار اللي أعدها مؤشرات متنامية عن صراعات داخلية وانقسام حاد وحرب أهلية بعد تظاهر الآلاف ضد حكومة نتنياهو وسياسته الرامية عبر خطة وزارية إلى الحد بدرجة كبيرة من قوة المنظومة القضائية والقانونية اللي جاءت استجابة لدعوة مؤسسات المجتمع المدني والحركات السياسية والاجتماعية بمختلف مشاربها حتى يصل الأمر حد كيل الاتهامات من حكومة الكيان للمتظاهرين ومن يقف خلفهم، ويتوعد منظميها ليرتفع سقف المطالبات إلى أسقاط الحكومة والدعوة لعصيان مدني رغم تجميد حكومة الكيان خطة إصلاح القضاء. هاي الملفين المهمين راح نتابعهم في حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله من جديد. سنوات من التدمير والإهمال في مداخل بغداد يقضي عليها اجتماع رئيس الوزراء يوم أمس اللي وجه من خلال هذا الاجتماع بضرورة إيجاد الحلول السريعة بتهيئة الطرق والشوارع في تلك المناطق، لا سيما وأن هذه المداخل تربط العاصمة بالمحافظات الأخرى ولابد من الاهتمام بها وإبراز واجهة العاصمة بما يليق من إنجاز وعمل الحكومة نحو الإصلاح والإعمار. نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. تنتهي حقبة تلكؤ المشاريع لتبدأ مرحلة الإعمار والتأهيل التي عكفت عليها حكومة الخدمات وتعهدت بتحسين الواقع الخدمي للمواطن. اجتماعات مهمة يترأسها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني فيما يخص الإصلاح والإعمار، وآخرها ما نوقش باجتماع يوم أمس مع الذوات المعنية لإنهاء معاناة المواطنين في مداخل العاصمة لتظهر بغداد بحلة جديدة ترقى لمستوى مطامح القاطنين في المناطق تلك. فتقصير الجهات المعنية وأسباب التلكؤ يطرحها السوداني على طاولة التغيير من خلال إلزام المنفذين للمشاريع المعنيين بتقديم موقف أسبوعي يعنى بتفاصيل إنجازات العمل ومستوى التنفيذ. فمداخل بغداد تتنفس الصعداء بعد إيلاء الحكومة اهتماما لها للنهوض بواقعها المتلكئ، وذلك بإصدار عدة توجيهات لإنهاء العمل وحسم إنجازات المشاريع فيها. فالوقوف على الأسباب وطرح التوجيهات والمتابعة الميدانية مراحل واقعية وحقيقية تسهم بتحسين الواقع الخدمي للعاصمة ومداخلها وفق سقوف زمنية قصيرة قياسا بالتدمير الذي تعيشه المناطق المتلكئة المنسية وتعددها في المدن العراقية وما تشهده من إهمال طوال السنوات المتعاقبة الماضية. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مشاهدين حياكم الله من جديد، وأرحب بضيفي الكريم المهندس عبد الله عبد الحسين مدير مديرية الطرق والجسور في محافظة بغداد. حياكم الله أستاذ عبد الله. نبدأ موضوعنا من قضية مهمة حول التواجد الميداني وزيادة أوقات العمل اللي هي كانت أبرز التوجيهات اللي صدرت من رئيس الوزراء. أريد نعرف شنو انعكاساتها في رفع وتيرة الأداء فيما يخص مداخل محافظة بغداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا على الاستضافة وشكرا قناتكم الكريمة. يوم أمس وجه السيد رئيس مجلس الوزراء مجموعة توجيهات من أجل معالجة التلكؤ وحل مشاكل مداخل بغداد، توجيهات متعددة على كل القطاعات، منها القطاعات الخدمية، منها الجهات الأمنية،
أهم هذه التوجيهات هو وجه السيد رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وقيادة العمليات برفع جميع التجاوزات والتعرضات من مداخل بغداد خلال مدة أقصاها 14 يوم. أما بالنسبة لمحافظة بغداد فكانت توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بالمباشرة فورا ابتداء من اليوم بأعمال تطوير مداخل بغداد. أمهلنا 10 أيام لإنجاز أمر الغيار لتطوير مدخل بغداد الموصل. وجه السيد رئيس الوزراء بالنزول الميداني والمتابعة المباشرة من قبل السيد المحافظ والنائب الفني والمعاون الفني في موقع العمل. وبالفعل محافظة بغداد باشرت منذ صباح اليوم متمثلة بالكادر المتقدم محافظها ونائبها الفني ومعاونها الفني ومدراء الدوائر الخدمية ورؤساء الوحدات الإدارية بالإضافة إلى إدارة المهندس المقيم بالعمل في مقر دائرة المهندس المقيم لمشروع بغداد موصل. وقفنا اليوم واستطلعنا الطريق بالكامل على طول 33 كيلومتر. باشرت الشركة بأعمال اللي هي التحويلات المؤقتة للطريق الطرق البديلة بالإضافة إلى حوض الطريق. وتيرة العمل راح ترتفع بصورة كبيرة تصاعديا بالذات بعد توجيه رئيس الوزراء انه يكون العمل على مدار 24 ساعة بواقع 3 شفتات او 4 طلب الامر. مو هنا اكو تحديد زمني استاذ عبد الله، يعني السوداني خلال اجتماعه مع الجهات المعنية بتطوير هاي المداخل وضع سقوف زمنية للانجاز، طيب لاي درجة راح تنتهي هذه الجدولة وتستمر وفق الخطة المرسومة؟ ونتحدث عن النهايات السائبة التي كانت في الماضي، الكثير من المعرقلات تعترض سير الأداء وبالتالي لا تتم المشاريع كما مخطط لها من الدوائر المعنية. اليوم لما يكون هناك تحديد سقوف زمنية نقدر نلتزم؟ وإذا كان رأس السلطة هو من يوجه هذه التوجيهات، هل أن بقية الجهات التي تكون ساندة أو مقدمة للأمن والخدمات الأخرى على أهبة الاستعداد؟ أعتقد بل أجزم أنه جميع التوجيهات راح تنفذ قبل الموعد. والدليل اليوم باشرت وزارة الدفاع ووزارة العدل برفع تجاوزات سجن التاجي ومعسكر التاجي ورفع الكتل الكونكريتية من حوض الطريق. باشرت يوم لجان مكتب رئيس الوزراء برفع سيطرة الشؤون وتحديد موقع بديل إلها. سيتم رفع سيطرة الشؤون سيطرة التاجي اللي تسبب زخم مروري كبير جداً ونقلها إلى حدود محافظة بغداد في منطقة العبايتشي. كافة الجهات اللي تم توجيهها من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم الأستاذ محمد الشياع السوداني باشرت منذ صباح اليوم ساعات الصباح الباكرة باشرت وشفناها في مواقع العمل. مكتب رئيس الوزراء يتابع بنفسه كل هاي الإجراءات، يتابع مع محافظة بغداد مع الجهات الأمنية في رفع التجاوزات في رفع السيطرات في تنظيم حركة السير، لكون مدخل بغداد الموصل مشكلته ليست فقط طريق وإنما يعني تتحدد بثلاث مشاكل. المشكلة الأولى هي الكم الهائل من سيارات الحمل اللي تدخل عليه، هاي سيارات الحمل اللي تجي من الشمال بالإضافة إلى السيارات اللي جاية من مقالع النباعي هي مصادر تجهيز المواد الأولية لبغداد، مصادر المواد الإنشائية. هاي السيارات سيتم تحويل مسارها إلى عدة طرق لتشتيت الازدحامات وتخفيف الزخم عن هذا المدخل. مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم استطلع عدة طرق وباشر عندنا استطلاع الساعة السابعة صباحا برفقة مكتب رئيس الوزراء من أجل اختيار طرق بديلة. سيتم تحويل الحمولات لطرق محادية لطريق بغداد موصل من أجل تخفيف الزخم وفسح المجال لمحافظة بغداد والشركة المنفذة لتنفيذ العمل بالطريق، بالإضافة إلى أنه سيتم رفع سيطرة الشؤون في التاجي. هذه السيطرة سيطرة الرابسكان السونار، هذه السيطرة رفعها ونقلها إلى حدود محافظة بغداد سيساهم بفك نسبة كبيرة جدا من الاختناقات المرورية في هذه المنطقة. فأجزم أنه التوجيهات تنفذت في أقل من 24 ساعة وباشرت كل من حسب مسؤوليته وحسب التوجيه المستلمة باشر بالعمل والتنفيذ، يعني والعمل مستمر يعني لغاية الآن. أنا كنت على تواصل وياهم بموقع العمل، العمل مستمر بالنسبة لوزارة الدفاع برفع الأسيجة الكونكريتية الكتل الكونكريتية وبالنسبة للمحافظة بالعمل وبالنسبة للطرق البديلة للشركة المنفذة، كل الجهات ملتزمة بتوجيهها وأمر رئيس الوزراء. طيب نتحدث عن الشركات المتلكئة واللي هي تقوم على تنفيذ هذه المشروعات، كيف سيتم التعامل معها إذا كان لمديرية الطرق والجسور في محافظة بغداد تواصل مباشر معها عبر دائرة المهندس المقيم أو عبر خطوط ارتباط أخرى
وبالتالي كيف من الممكن الضغط على هذه الشركات لأداء مهامها على أتم وجه؟ العفس هذه أريد شوية أرجع لي وراء أحكي لك على موضوع مداخل بغداد والهستري مالتها. نعم. مداخل بغداد حيلت من قبل محافظة بغداد عام 2022 كمشاريع صيانة فقط قشط وإعادة إكساء، مشاريع صيانة تقليدية اعتيادية حسب الأموال المتوفرة والموازنات اللي خصصت لمحافظة بغداد ضمن موازنة عام 2021، فعبارة عن مشاريع بسيطة مجرد حلول مؤقتة قشط وإعادة إكساء. هاي المشاريع سيد رئيس الوزراء فور استلامه بالحكومة أعتقد يوم 17/10 اجتمع مع محافظ بغداد والكادر المتقدم للمحافظة وكافة مدراء المديريات والأقسام، استطلع بها خطة المحافظة واستطلع بها كل مشاريعها وخططها المستقبلية والمستمرة، ووقف على موضوع مداخل بغداد. فمن نقلنا له الصورة بالكامل عن موضوع مشاريع مداخل بغداد، وجه سيادته بتشكيل لجنة فنية لإعادة النظر بمداخل بغداد وكلفها وأعمال الصيانة، ووجه أنه تكون أعمال تطوير متكامل تليق بالعاصمة بغداد، تليق بمكانتها، طيب، تليق بأهمية المحافظة، وضمن توجه البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشياع أنه تكون حلول جذرية وليست حلول مؤقتة تدفعنا سنتين وثلاثة. يعني لما كنا نتحدث في هذا التاريخ اللي تسرده حضرتك، يعني لما كانت هو قشط وتبليط، نعم، بالتالي يعني هذه المركبات ذات الحمل الثقيل، سكسات الحصو والرمل وكذا، يعني هي كفيله انه تخريب الشارع في اسبوع. ايش قد كانت تطول هي هذه بالضبط عمليه الصيانه؟ ايش قد من الممكن نحافظ على هاي الشوارع بتكون صالحه للسير، بالضبط، لا تؤدي لنا ازدحامات؟ وبالتالي بالضبط اليوم شنو اللي راح يصير كبديل؟ احنا اكبر مشاكل مدخل بغداد الموصل وباقي المداخل هي الحمولات الغير مسيطر عليها. الحمولات المروريه اللي دا تمر عليها تفوق استيعاب قدرة الطريق، وأي طريق راح ينفذ بطريق تبليط اعتيادي راح يضرر الطريق يعني خلال أيام بسيطة. ولهذا من ضمن الرؤية الجديدة اللي تقدمت لمداخل بغداد، طبعا جميع مداخل بغداد تم تقديم رؤية جديدة وإعادة تصاميمها بالكامل، وتحولت من مشاريع صيانة إلى مشاريع تطوير وتأهيل متكامل بمواصفات حديثة. على سبيل المثال مدخل بغداد الموصل هو مدار البحث مالتنا، نعم، راح يكون صب كونكريتي بالفارشات الحديثه وباسلوب حديث جدا، تم الاتفاق به مع وزاره الاعمار والاسكان، دارت الطرق والجسور، اسلوب متبع من قبلهم وتجربه ناجحه راح تنفذ بهذا المدخل بطول 33 كيلومتر. سايد الدخول لبغداد اللي هو معرض للحمولات المروريه، نعم، راح يكون بالكامل صب كونكريتي من اجل الحفاظ على الطريق. راح تضاف 4 جسور فوقية لهذا الطريق، راح يعمل كطريق سريع، مواصفات طريق سريع تلغى الاستدارات الأرضية، راح يكون توسع للممرات، إضافة ممر رابع بحيث راح يكون ممرين، يعني ممر إضافي ممر رابع، بالإضافة أنه محافظة بغداد ستنفذ طرق خدمية موازية للطريق للفعاليات المجاورة. المداخل راح تشمل أعمال تأثيث متكامل، علامات مرورية متكاملة، تخطيط، بالإضافة إلى الحواجز الكونكريتية الوسطية بدل السياج الواقي وحواجز جانبية. راح تكون يعني صار تأخير بتقديم الخدمات، لكن راح تقدم لبغداد بحسب رؤية وإصرار دولة رئيس الوزراء على تنفيذ مداخل تليق بالعاصمة. راح تقدم المحافظة حسب رؤية الجديدة مداخل لم تشهدها العاصمة بغداد طوال السنوات السابقة، توازي المداخل بالدول المجاورة، بل جزء أفضل إن شاء الله، يعني بفضل الإصرار وعزيمة كل الموجودين. طيب المحافظ ونائب المحافظ والمعاونين الفنيين لما يكون دوامهم في دائرة المهندس المقيم لهذه المشاريع ومتابعتها ميدانيا والتواجد المستمر، وأيضا نطوا تعهد لرئيس الوزراء بأن راح يكون هنالك موقف أسبوعي يتضمن تفاصيل سير الإنجاز، هذا العمل الدؤوب هل من الممكن أن نحصر هذه الفترة؟ وإذا ما نجحنا بهذا الموضوع من الممكن أن نتحدث عن طرق أخرى، نتحدث أيضا عن الطريق بين بغداد وديالة ما دام إذا ماشي العمل على قدم وساق بين طريق الموصل بغداد؟ العفو، مثل ما ذكرت لك في بداية الكلام أنه منذ صباح اليوم الباكر باشر السيد المحافظ ونائب الفني والمعاون الفني والكادر المتقدم ورؤساء الدوائر الخدمية، مدراء الدوائر الخدمية ورؤساء الوحدات الإدارية
بالمباشرة في موقع العمل. نعم. وأحب أن أذكر أنه كان مفروض أذكره بالبداية أنه محافظة بغداد أحيل بوحدتها 4 مداخل لبغداد هي حاليا. نعم. مدخل بغداد الموصل، مدخل بغداد الحلة، مدخل بغداد أبو غريب القديم، ومدخل بغداد بعقوبة القديم. 4 مداخل تم تقديم رؤية جديدة لها، تم تغيير تصاميمها من مشاريع صيانة إلى مشاريع تطوير دولة رئيس الوزراء. فور استلام الحكومة وجه المحافظة بذلك، وقدمنا رؤية جديدة واستحصلنا موافقة دولة رئيس الوزراء، ورجعنا عدينا أوامر غيار نظامية، وحاليا يعني في مراحلها الأخيرة. رئيس الوزراء وجه بالمباشرة فورا من اليوم بالأعمال المقترحة الجديدة للتطوير. فبالتأكيد هاي المداخل 4 راح تكون بصورة تليق بالعاصمة بغداد، و4 راح تشتغل بالتوازي. لكن مدخل بغداد موصل الضرر اللي واقع على المواطن به كبير جدا بسبب الحمولات والزخم المرور، باقي المداخل الكثافة المرورية اللي بها أقل. فهذا اهتمام كل الجهات وعلى أعلى مستوى بسبب يعني وجود ضرر على المواطن بالتأخير، بالاختناقات المرورية، بالازدحامات، وبالتالي هذا يكون من أولى أولويات محافظة بغداد ومديرية طرق جسور محافظة بغداد وحسب التوجيهات رئيس الوزراء. أول أولوياتنا هي إنجاز مدخل بغداد الموصل والإسراع بإكماله، والحمد لله وشكره من اليوم إحنا باشرنا ومستمرين، وعلى مدار 24 ساعة راح يكون العمل وكل المعوقات راح تزال، لكون هاي مشاريع مداخل بغداد تحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء نفسه مشرف، وطلب من محافظة بغداد تقديم تقرير جدول تقدم عمل وتقرير فني أسبوعي عن مراحل العمل والمنجزات والمعوقات، بحيث راح يكون جنابه مشرف مباشر لحل أي إشكال فورا. طيب أستاذ عبد الله، أكو قضية أيضا مهمة لازم نناقشها، يعني خلال مدة الأعمال شو راح يتم تحقيق انسيابية دخول وخروج المواطنين وعجلاتهم؟ هل من مداخل بديلة أم على نفس الطريق حتى نأمن عدم عرقلتهم؟ حاليا احنا باشرنا منذ اليوم الصباح، ذكرت لحضرتك انه الطرق بديله من اجل تحويل سيارات الصالون الصغيره عليها، واكون بعض التحويلات نفذت اصلا سابقا، وراح نكمل بالتحويلات الباقيه، وراح يضاف لها راح تضاف طرق خدميه للسيارات الصغيره، يعني راح نعالج مشكله السيارات الصغيره تماما، تبقى السيارات الكبيره راح يتغير مسار سيارات الحمل، انه راح نجد لها مسارات أخرى مثل خط اللاين بالتاجي وبعض الطرق البديلة لتغيير مسار سيارات الحمل الداخل إلى بغداد إلى طرق أخرى من أجل تخفيف الزخم على هذا المسار وعدم وفسح إمكانية لتنفيذ الأعمال وقلع الشارع. طيب يعني ما دام أن هذه الإنجازات بصراحة تستحق الفخر، ونتمنى أيضا إتمام هذا الطريق بأسرع وقت، والخطة الزمنية لباقي المداخل تكون أيضا على ضمن جدول زمني معين. لذلك نشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد الله عبد الحسين مدير مديرية الطرق والجسور في محافظة بغداد، أثريت الحوار في هذا الملف، وننتقل بكم إلى الملف الآخر بعد الفاصل نتابع. مجددا حياكم الله بهذا الملف، ارحب بضيفي الكريم الدكتور اسامه السعيد استاذ العلوم السياسيه في جامعه النهرين، ضيفا كريما دكتور اسامه. نتحدث عما يجري في الكيان الصهيوني، وقبل ان نبدا الحديث مع حضرتك لا يفوتني ان ارحب بضيفي الكريم السيد فتحي كليب المحلل السياسي، انضم معي عبر سكايب من فلسطين. حياكم الله ضيوفا الكرام. دكتور اسامه، في احدث تطور للازمه في اسرائيل، اقالات حكوميه لمسؤولين كبار، أعمال يعني ملأت الشوارع، هل بدأت حكومة نتنياهو تتخبط في التعاطي مع التآكل الداخلي إن صح التعبير؟
نعم، شكرا جزيلا لحضرتك استاذ احمد وللضيف الكريم ولمشاهدي قناه الايام، شكرا على الاستضافه. احنا في ادبياتنا السياسيه يعني كدراسه ككيس كحاله، الكيان الصهيوني هو كيان عباره عن خليط غير متجانس يفتقر الى الاندماج الاجتماعي والاندماج السياسي. يشعر اغلب مواطنين في احدث استطلاعات للراي على انهم مواطنون ما بين مزدوجين يشعرون بالخطر الدائم والداهم، وانهم يعيشون في وسط بيئه غير مرحب بها وبيئه معاديه رغم كل المحاولات والتسهيلات من قبل الحكومات المتعاقبه لهذا الكيان في ان يقدمون لمن يريد ان ياتي ويستوطن في هذا الكيان. وقبل سنوات شرع قانون في الكنيسة الصهيوني في أن يجعل القومية هو كل من يدين بالديانة اليهودية، بمعناته بما أنك ديانتك فيما لو كانت ديانة الشخص يهودية إذن أنت أيضا قوميتك يهودية مهما كانت الدولة التي تقطنها أو الجنسية التي تحملها، أو حتى قد تكون لديك قومية أخرى يعني لا أحد يعلم، لأن الكل يعرف أن هناك فارق ما بين القومية وما بين الديانة. إلا في هذا القانون هي في محاولة لجذب أكبر قدر ممكن ممن يعتنقون الديانة اليهودية وإسكانهم في الأراضي العربية. لذلك هذا الشعور هو شعور دائم يخرج بمختلف الصور وبمختلف خلينا نسميه الاختلاجات والإفرازات والنتائج السلبية اللي هي من جزء من عندها وعدم الاستقرار السياسي، ويمكن أكثر من 4 انتخابات أو 5 متتالية حتى وصلوا إلى هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، توصف بأنها حكومة يمينية متطرفة في كل شخوصها من شخوص رئيس الحكومة إلى باقي الشخصيات الأخرى اللي تسلمت حقائب وزارية واللي اختارها زعيم رئيس الحكومة الحالية. أساس المشكلة طبعا هو محاولات لرفع الإجراءات القضائية على بعض من صدرت بحقهم أحكام ممن هم مقربين منه أو غير مقربين، يعني جزء من الحالة الحزبية والحالة التطرفية. وهذا طبعا الموضوع خاضع لإجراءات قضائية، فهو بلش بأنه يغير عدد من القضاة وبدأ يتدخل بعمل قضاء بأن يغير بعض القوانين الخاصة بتعيين القضاة والمؤسسة القضائية. هذا أثار حنق بعض الجهات وتحديدا من حتى من الضباط السابقين من المؤسسة العسكرية، وخرجوا بتظاهرات مثل ما تنقل في مواقع التواصل وعبر وسائل الإعلام. وبالتالي الصورة الوردية اللي كان يتحدثون عنها عن أنه هذا البعض يعطيها مختلف الأوصاف والتوصيفات، أنه هذه ما بين قوسين الدولة يوصفوها بالدولة الكبرى اللي هي تعيش وسط ركام وحطام الدول العربية الدكتاتورية المدمرة التي تغيب عنها التنمية. اليوم لا، ما أعتقد أن هذا الكيان هو أفضل حال، إن لم يكن هو أسوأ حال من الدول العربية، لأنه إحنا في دولنا مهما حصل ومهما ساءت الأمور يبقى موضوع الشعور بالانتماء والشعور بالاندماج والشعور والرغبة بالتضحية، لأن هذه الأرض هي اللي إحنا فتحنا عيننا عليها. أما هم لا، هم يدركون أنهم جاءوا مستوردين من الخارج وجيء بهم، وحتى من هو ولد على هذه الأرض المحتلة هو يعلم أنه أباه أو جده هو جاء من الخارج، ويعلم بأن هناك حق فلسطيني وحق عربي في هذه الأرض. طيب، أجد ترحابي حضرتك السيد فتحي كليب. يعني نتحدث وتحدث ضيف الكريم الدكتور أسامة السعيدي عن وصف لهذه الأحداث من وجهة نظر سياسية أكاديمية، ولكن من وجهة نظر داخلية بعد أن بلغت هذه الاحتجاجات والإضرابات على أشد مراحلها، نتنياهو أجل التعديلات القضائية إلى الشهر المقبل، لكن هذا ما منع زخم الاحتجاج المطالبة بإلغاء خطة إصلاح القضاء. يا ترى لماذا هذا الحراك في هذا التوقيت بالذات؟ مساء الخير لكم جميعا. مساكم الله بخير. بالتأكيد ما حصل في الكيان الإسرائيلي خلال الأيام الماضية يعني والذي ما زال متواصلا يعني حتى هذه اللحظة، رغم التراجع اللي ممكن نسميه تراجع تكتيكي لرئيس وزراء العدو، يعني هو أمر هام وبالغ الخطورة
بالنسبة لمستقبل هذا الكيان الذي يعني قدم نفسه في السابق وتاريخيا للعالم، يعني أنه دولة مسالمة وسط محيط يعني عربي استبدادي، وأن وجود يعني الكيان في المنطقة هو وجود أخلاقي يعتمد على مبادئ الحرية، على مبادئ السلام. لكن الأحداث الأخيرة يعني وغيرها من أحداث سبقت يفترض أن تغير يعني نظرة الآخرين، سواء المخدوعين أو المضللين أو الذين يوفرون لهذا الكيان سبل البقاء. يفترض بهؤلاء جميعا يعني أن يسلموا بعدوانية هذا الكيان حتى على مستوى العلاقة مع مواطنيه العارفين، يعني كل الذين يعلمون بشخصية يعني رئيس وزراء العدو نتنياهو، يعني يعلمون أنه شخص كاذب وأنه شخص مضلل، وهو ذكي وقد يلجأ إلى أي خيار يعني من أجل مصلحته الشخصية، لأن فشلوا يعني في تمرير التعديلات القانونية أو القضائية يعني ربما تكون سببا يعني في إنهاء مستقبله السياسي، أو يعني قد نصل إلى أزمة دستورية أو إلى أزمة نظام سياسي أو إلى صراع أقطاب داخل الكيان، يعني صراع من شأنه أن يقدم يعني لنا صورة جديدة عن هذا العدو الذي قدم للعالم يعني بصورة مضللة، وربما يحدث يعني ليس مستبعدا أن يحدث انقسام طويل، خاصة يعني أن من يدقق في نتائج الانتخابات يعني البرلمانية، نتائج الانتخابات الكنيست، يجد أن يعني أكثر من ربع المصوتين في هذه الانتخابات صوتوا لصالح يعني الأحزاب الدينية، وآخرين صوتوا لأحزاب فاشية، ما يؤكد يعني أننا فعلا أمام أزمة سياسية قادمة. قد تنتهي اليوم يعني قضية التعديلات القضائية، لكن الأزمة السياسية لن تنتهي، لأن الأزمة باتت أزمة هوية بين جميع المكونات التي يعني يتشكل منها المجتمع الصهيوني. قد يصل يعني، وهذه من القضايا التي تبحث الآن، قد يصل إلى مخرج باستقالة الحكومة يعني والذهاب إلى انتخابات مبكرة، رغم أن هذا الاحتمال ما زال مستبعدا، خاصة أن حزب العمل تقدم يعني بالأمس بمثل هذا الاقتراح، مع إمكانية تقديم ضمانات يعني لنتنياهو بعدم ملاحقته قضائيا عن الفترة التي كان فيها رئيسا للحكومة خلال الدورات السابقة. لكن في معظم الحالات هناك شيء جديد دخل على الحالة السياسية لدى الكيان الصهيوني، يعني ما بعد الاحتجاجات هو ليس ما قبله، هناك صورة جديدة تتكون وتتشكل لهذا الكيان، هناك ميل باتجاه لماذا أصبحت هذه النقطة فارقة أستاذ فتحي؟ تداعيات قد تكون ليش ما قبل الاحتجاج؟ ليس فقط يعني نعم اسمح على أستاذ الشعب فتحي. الفلسطيني وعلى العلاقة مع العرب، بل على طيب. العلاقة مع المواطنين يعني داخل المجتمع الصهيوني نفسه. لننتظر يعني ما الذي سيحدث، لكن بالتأكيد أن الأيام القادمة ستحمل يعني بعض الأمور الهامة بالنسبة لهوية هذا الكيان وبالنسبة للخارطة السياسية التي يتشكل منها المجتمع الصهيوني. طيب أستاذ فتحي، يعني تقول أن ما قبل الاحتجاجات ليس كما بعد الاحتجاجات، لماذا ننتظر؟ وحضرتك أيضا متابع ومحلل سياسي من في هذا الشأن، أمام هذه المعطيات المتداخلة، احتجاجات وإقالات، وأسأل حضرتك هل وصل الصراع الإسرائيلي الداخلي إلى نقطة اللا عودة؟ نعم يعني الصورة داخل الكيان باتت تختلف عن الصورة السابقة، عندما كان يعني الزعماء المؤسسين لهذا الكيان عندما كانوا يصلوا إلى تفاهمات وإلى حوار، وقد شهدنا خلال يعني العقود الماضية عدد واسع من حكومات ما يسمى الوحدة الوطنية، ما بين أحزاب الليكود وما بين حزب العمل وما بين بعض الأحزاب، كان اليمين الصهيوني وكان اليمين الديني واليمين الفاشي واليمين العنصري ليس موجودا على الخارطة.
اليوم هناك ما يسمى أحزاب اليسار الصهيوني لم يعد له وجود على الخارطة السياسية. هناك يمين ويمين، هناك يمين ديني، هناك يمين فاشي، هناك يعني يمين عنصري متطرف. بكل تأكيد خلال الفترة القادمة هذا الكيان لم يعد قادرا يعني على حل إشكالاته. التناقضات الداخلية داخل المجتمع الصهيوني بدأت تفعل فعلها. هذه التناقضات التي حاول الكيان يعني أن يسترها وأن يخفيها طيلة أكثر من 70 عاما بدأت اليوم تبرز إلى العلن. بدأ يعني المهاجرين الذين جاءوا بهم من كل أصقاع العالم بدأوا يثبتوا أقدامهم داخل يعني مجتمع الكيان. ومن الطبيعي حتى لو انتهت هذه الأزمة هناك عشرات الأزمات التي من شأنها يعني أن كل أزمة من هذه القضايا التي لا زالت يعني مخفية، كل أزمة منها بإمكانها أن تحدث مشكلة وانقساما على مستوى المجتمع الصهيوني. دكتور أسامة، يعني ما يتفضل به السيد فتحي، نتحدث عن البيت الأبيض لما يكون ويعرب عن قلقة من المسار التصادمي اللي تصير عليه الأوضاع في الداخل الإسرائيلي ويدعو إلى استثمار التأجيل لإحداث تسوية وحل وسط. أسأل حضرتك ما مدى إمكانية أن تجد هذه الدعوات أرضية واقعية للتطبيق؟ يعني هناك دعوة يعني أعلن عنها رسميا موجهة إلى رئيس وزراء الكيان لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، لكن واضح أنه لا يوجد هناك أفق قد يكون قريب لتلبية هذه الدعوة. خلينا نسمي لا يوجد هناك مزاج معين لهذه الدعوة لتلبية هذه الدعوة عفوا، باعتبار أنه أكيد واضح أنه أجندة هذه الزيارة راح تكون هي عملية التوجيه لكيفية التعاطي والتعامل ما يتعلق بالإجراءات الداخلية أو ما يسمى ما بين مزدوجين بالإصلاحات القضائية التي تمكن السلطات السياسية من تعيين النسبة الأكبر من القضاة. وهذا الموضوع واضح أنه قد لا يلقى بصراحة مزاج من قبل نتنياهو نفسه في أن يتقبل التوصيات أو أن يتقبل النصائح من قبل رئيس الأمريكي، خاصة وأنه في فترات سابقة لديه نوع من الجفوة على المستوى الشخصي ما بين الجانبين. لكن بالعموم يعني المشكلة هي ليست مشكلة بسيطة أولا، وثانيا هي ليست مشكلة وحيدة كما تفضل الضيف الكريم، وإنما هي عبارة عن مجموعة من الأزمات والمشاكل اللي مهما حاول هذا الكيان أنه يغطيها أو يرسل رسائل عكس ما هو الواقع أو يستثمر حتى موضوع العمليات الجهادية الفلسطينية أو من قبل الفصائل الفلسطينية حتى يخلي نوع من لم الشمل خلينا نسميه داخل الشتات الإسرائيلي الصهيوني، فهو مرحلي أو مؤقت. لأنه الأسس بناء الدولة عندنا هي أسس واضحة ومعروفة على المستوى التاريخي على المستوى السياسي. ما ممكن أنت تصنع دولة من لا شيء، ولا يمكن أن تجعل من الدين قومية أو من الديانة قومية. هذه أمور يعني خلينا نسميه جبلت عليها البشرية وجبلت عليها الطبيعة الإنسانية، وضع الأمور في غير نصابها، مصادرة حقوق الآخرين، حتى يعني احنا إذا أخذنا أن نسلم مع التطبيع وأن نسلم بما جاء فيه مسار التسوية اللي بدأ في عام 1993 اتفاق أوسلو واتفاق واي ريفر وما تلاها، حتى هذه الاتفاقات وإن كانت هي اتفاقات غير منصفة للفلسطينيين والعرب إلا أنها لم تحترم من قبل هذا الكيان، بل على العكس أنه هذا الكيان بدأ يستفرد ويستأسد ويطبق أكثر وأكثر ويهجر ويقتل دون مراعاة. وبالمناسبة المخالفات المسجلة على سبيل المثال في موضوع ما موجود في القدس، القدس الشرقية وغيرها، مو بوصفها قضية إسلامية أو مسيحية، وإنما بوصفها جزء من لائحة التراث العالمي الإنساني. هناك أكثر من 15 يعني دعوة وقضية تدين وقرار يدين إجراءات هذا الكيان في سياسات التهويد وسياسات التهجير وطمس الهوية والتراث
من قبل اليونسكو، فضلا عن قرارات واجراءات محكمه العدل الدوليه واللي هي للاسف يعني لا تحترم، لانه من الناحيه القانونيه يجب ان يكون بقبول الطرفين اي الكيان الصهيوني والطرف العربي الفلسطيني، لكن كل الدعاوى المرفوعه هي كانت وصدر بحقها قرارات ولصالح الفلسطينيين باعتبار انه ما اتخذ من اجراء هو اجراء او قرار تعسفي سواء كان من جدار الفصل او غيرها من الامور، وحتى قتل المدنيين وقتل الابرياء سواء كان تاريخيا او حتى مؤخرا من كان سواء كان نساء او اطفال او اعلاميين، وهذا الموضوع يعني يشهد له الجميع، كل انسان صاحب فكر انساني صاحب نظره انسانيه مجرده متجرده راح يحكم بما يملي عليه ضميره. والمفارقه انه تجد كثير من الدول الاوروبيه ما بين قوسين المسيحيه هي اكثر انصافا للقضيه الفلسطينيه من الكثير من الدول التي تعتبر دول عربيه او دول اسلاميه. اتفاقات ابراهام وغيرها من الاتفاقات وقطار التطبيع واضح انه ما ستر عيوب هذا الكيان، ولم ينجح في ان يطيب خواطر من يعتقد بانه هو يعني يمر بمرحله من انه منبوذ وانه غير مرحب به، وحتى يعني السفرات السياحيه والسفرات اللي المجموعات اللي يقومون بها الى داخل الدول العربيه وغيرها انا اعتقد هي مغلفه بغلاف عدائي. شهاده السفراء المتواجدين في الدول العربيه، سفراء الكيان في الدول العربيه، مصر، الاردن، غيرها، هم دائما يقولون نحن نعيش في سجن في هذه الدول، لا نستطيع الخروج، لا نستطيع الحديث، لا نستطيع الظهور في احنا او وحتى لا تكون عوائلهم معاهم، لانهم اشبه بمعسكر او محجوزين في معسكر او في سجن كبير. دكتور حضرتك تتحدث والضيف الكريم عن ستر العيوب الإسرائيلية والمقولة المشهورة بأنه من تغطى بأمريكا فهو عار، الظهير الساند للكيان هي الولايات المتحدة وحضرتك تحدثت بهذا الجانب، لكن يبدو أن الولايات المتحدة منشغلة بملفات متداخلة وهي أيضا تعاني الوهن الكبير في هذا الوقت وفي هذه المنطقة بالذات. يعني واضح المقولة أنه المشاكل لا تأتي فرادى، هذا القول ينطبق اليوم على الولايات المتحدة الأمريكية. في العادة الولايات المتحدة الأمريكية تنصب نفسها على أنها الناصح والمصلح والطبيب الشافي لحروب وأزمات الآخرين ومشاكلهم، وإذا بها هي تقع هذه المرة في أزمة ومشكلة وهي التي تحتاج من يدعمها ومن ينصحها. نتحدث عن مشاكل اقتصادية داخلية وانهيار قد يوشك لمصرف لأكثر من 3 إلى 6 مصارف، وهذا ينبئ بأزمة نقدية واقتصادية، حجم التضخم يصل إلى أعلى مستوياته. الأزمة مهما حاولت تخفض من سعر النفط واضح أن سعر النفط يعني يرفض الهبوط إلى دون $70 أو $65، وهو سعر بصراحة وإن كان يعتبر انخفاض عن ما سبق لكن هي أسعار غير مريحة للمستهلكين ومريحة للمنتجين. مشاكل تتعلق بإدارة الحرب في أوكرانيا وعدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية قد يكون للمرة الأولى أنها تخفق في أن تدير الحرب لصالحها، مجريات الحرب ليست في صالحها وإن كانت هي لم تحسم لكنها ليست في صالحها. لديها مشكلة في الصين، لديها مشكلة في كوريا الشمالية، قبل يومين كان إطلاق لصاروخ باليستي، غير لا تستطيع أن تحافظ على توازنها في سوريا وتتعرض إلى ضربات من قبل الجهات مقاومة للوجود الأمريكي، تتعرض إلى ضربات في العراق، وضعها قلق في اليمن، في كل المناطق. لذلك نعم واضح أنه اليوم خلينا نقدر إنجاز القول أنه أمريكا تمر بحالة من التيه السياسي. يعني وطبعا هذا موضوع مو أنا أقوله أو غير ان المتابعين، نفس ترامب الرئيس السابق يقول انه ما تقوم به الاداره الامريكيه الحاليه ادى الى تراجع الامريكي وانهيار قد يكون حتى امريكا على المستوى العالمي في نظر العالم، وعدم قدرتها على ان تحافظ على يعني حفظ ما واجهها على الاقل في تسويه المشاكل والازمات. طيب استاذ فتحي، يعني هذا الغطاء لما يرفع عن الكيان الاسرائيلي ويكون عار وتتكشف العيوب
أبرز ما يحدث داخل الكيان هو إقالة وزير الدفاع والمظاهرات العارمة تحاصر منزل نتنياهو في القدس المحتلة. نتنياهو يتخبط ويقول يجب أن نقف جميعا ضد من يتمرد على الحكم. هذا التخبط إلى أين سيؤدي به ما دام أن هذا الذعر قد دب في رأس السلطة؟ بالتأكيد صحيح أن هناك عنوان يعني بارز هو مسألة التعديلات أو ما يسمى التعديلات القضائية أو يعني المجموعة القوانين التي يعتزم يعني التحالف يعني التحالف الثلاثي للحكومة الإسرائيلية يعني طرحها على الكنيست. لكن هذه التحركات وللمراقب من بعيد خاصة الولايات المتحدة خاصة الاتحاد الأوروبي أو الدول التي تتحالف يعني مع هذا الكيان والتي لها مصلحة يعني فعلية بعدم تضرر الكيان أو بعدم يعني حدوث مشكلات من شأنها أن تغير طبيعة المعادلة في وجود هذا الكيان في قلب يعني المنطقة العربية وفي قلب الشرق الأوسط. القضية بغض النظر أنه الاحتجاجات ستتواصل أم لا، وهي بالتأكيد ستتواصل، لأنه يعني رئيس وزراء العدو هو أعلن عن تأجيل يعني هذه التعديلات، بينما مطلب المعارضة هو إلغاء هذه التعديلات بشكل كامل. بمعنى المطلوب هنا هزيمة كاملة لليمين الفاشي داخل الحكومة الصهيونية. لكن بالنسبة يعني للولايات المتحدة وهم يرصدون هذه المسألة، هناك قضية برزت خلال هذه الاحتجاجات وهي غاية في الأهمية وتستحق يعني أن نتوقف أمامها، وهي باتت مرئية للجميع، وهو الانقسام الذي يحدث يعني على مستوى الجيش وبهذا الاتساع، وهي المرة الأولى يعني التي نشهد فيها يعني مثل هذه المسألة. معروف أن يعني الجيش الصهيوني هو المحور الذي تتحرك يعني في إطاره كل مؤسسات الكيان، وبالتالي هناك خشية جدية من انخفاض قدرة الردع لدى الجيش الصهيوني بسبب ضعف التماسك الداخلي. هذا كلام يصدر عن الإسرائيليين وعن عسكريين وعن رؤساء أركان سابقين، فيعني تاريخيا كان الجيش هو العامل الموحد لجميع القوى السياسية، وأن يعني لنا أن نأخذ نموذج أن كافة الحروب يعني التي خاضتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وضد الدول العربية كانت في مختلف المؤسسات الصهيونية موحدة خلف جيشها. اليوم الصورة تبدو مختلفة، وبات هناك إمكانية جدية لانقسامات داخل الجيش. لذلك أنا أقول يعني أنه المسؤولين الإسرائيليين العسكريين والأمنيين يدركون يعني جيدا أن وصول يعني الأزمة والانقسام إلى الجيش يعني من شأنه إضعاف إرادة عزيمة الجنود على تنفيذ الأوامر، وبات هناك يعني اتجاهات مباشرة من المعارضة لعصيان على مستوى يعني الجيش. ويعني لأن إسرائيل، وهذه قضية هامة، يعني تعيش في محيط معادي لها، يعني سببه سياستها وإجرامها ومخططاتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني والدول يعني المجاورة، يعني قياداتها يعلمون يعني أنه أي انقسام داخل المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية من الممكن أن يفيد القوى المعادية خاصة في فلسطين ولبنان وسوريا وإيران. لكن عندما تصل المشكلة إلى الجيش فإن تداعيات ذلك لن تتوقف يعني عند حدود الثكنات العسكرية، لأن ما يميز إسرائيل عن غيرها يعني من الدول أنها كيان مركب، جيش له دولة، وعندما تصل المشكلة إلى هذا الجيش إذن كل مؤسسات الدولة قد تكون معرضة للانهيار. أنا لا أقول أنه الدولة يعني ومؤسساتها ستنهار قريبا، لكن ما يحدث هو أول مرة يحدث على مستوى الكيان. ما نشهده اليوم يعني يخيل لنا وكأن الثورات العربية أصبحت داخل الكيان. هناك انقسام وهناك عصيان على مستوى كل المؤسسات الصهيونية. هناك جمهورين،
هناك جمهور للمعارضة وهناك جمهور للحكومة. واليوم كنت أتابع يعني قبل قليل، هناك يعني عشرات الآلاف داخل يعني بين الشوارع الإسرائيلية والجيش نزل بكثافة. هذه قضية لم نكن نشاهدها في لم السابق. تكن مألوفة هذه المشاهد فقط في شوارعنا العربية، في شوارع دول العالم الثالث حيث الانقلابات العسكرية وما إلى ذلك. اليوم نشاهد هذه المسألة داخل هذا الكيان الذي ظل ما يزيد عن 70 عاما بعيدا عن كل الانقسامات، أو بالأحرى كانت انقساماته وأسبابه مخفية، واليوم لم يعد هناك من إمكانية لإخفاء هذه الانقسامات وبدأت تطفو على السطح. يعني لا الحكومة ولا المعارضة، آلاف المستوطنين يملؤون الشوارع سيد فتحي. ولكن الأدهى من هذا دكتور أسامة بأنه حتى القيادات الحالية والسابقة هي غير قابلة على الوضع. يعني نلاحظ أن رئيس الوزراء السابق نفتالي بنيت يقول بأن إسرائيل في أكبر خطر منذ حرب 67، وهذا تطبيق لمقولة المقاومة عندما تصف إسرائيل بأنها أوهن من بيت العنكبوت. وأيضا بيان لقادة المعارضة الإسرائيلية يقول بأن نتنياهو تجاوز خطا أحمر ولا يمكن أن يكون أمننا ورقة في اللعبة السياسية. إذن المسألة أصبحت كسر عظم. نعم، هذا هو نتنياهو. يعني هذا في بعض الأحيان الاختراق أو الانهيار مو بالضرورة يكون خارجي. تعرف أنه دول المواجهة قد اختفت عن هذا الكيان من عام 73، وبقت عملية المقاومة لفصائل المقاومة الفلسطينية لحزب الله لغيرها من الحركات، لكن لا توجد اليوم دولة حقيقية ترغب بمواجهة هذا الكيان. لذلك الانهيار نراهن على الانهيار الداخلي، وهذا الانهيار يكون بطريقة التفتيت أو التفتت التدريجي وصولا إلى الانهيار الكامل والانهيار التام، بحيث تفقد الدولة سيطرتها وسطوتها وقدرتها على المسك بزمام الأمور. وعندما يعني كنا نتحدث إحنا كمراقبين ونقول يا أخوان هذه حكومة يمينية، هذه حكومة يمينية متطرفة، البعض يعتقد أننا كنا يعني بكون أنه إحنا كعرب وكمسلمين أنه عندنا خصومة مع هذه الحكومة. لكن هذا التوصيف هو توصيف واقعي، أنه هذه الحكومة ورئيس هذه الحكومة هو فعلا يملك من الغلو والتطرف إلى حد أنه قد ينهي بما تم تأسيسه من عام 1948، تأسيس هذا الكيان، وإلى أمد قد لن يكون بعيدا. أنا ما أريد أدخل في نبوءات ودراسات التي تتحدث عن قرب انهيار هذا ونهاية هذا الكيان، لكننا في معتقداتنا كمسلمين أن هذه الدولة لا يمكن لها أن تستمر في البقاء. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة السعيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين أثرية الحوار، والشكر كثير لحضرتك السيد فتحي كليب المحلل السياسي، حدثنا عبر سكايب من فلسطين. وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. لقاؤنا في الغد يتجدد بمشيئة تعالى، في أمان الله.